السلام عليكم خوتي، واش راكم غايب بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين احسن حال. راكم قريتوا العنوان وما عرفتوش شنو كاين. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على الممثل محمد شوبي. محمد شوبي من مواليد مراكش، 3 ديسمبر 1963. احتراما لذاك الانسان، يعني ما غاديش نسبو ولا نعايرو. احترام الدين ديالي نعتز به، يعني ما غاديش نسب وما غتبقاش استغربت بزاف الفيديو، يعني اللي ردوا فيهم سبان، اللي يسبوه اللي يعايروه اللي يلعنوه. لك والله يدير لك والله يفعل لك والله يترك لك. وسيد قديم في المسرح، يعني عنده تاريخ. يقول لك مرحبا بك ومبروك عليك لانك اصبحت في مزبله التاريخ. واخا بعض الناس غادي يقولوا باللي كان في حاله سكر، باللي كان سكران. واه كان سكران. انا راه ما غاديش نلومو، غادي نلوم هذاك الصحفي اللي استغل الفرصه، شافوا انه سكران، استغل الفرصه وبدا كيجبد لسانه شويه بشويه، وحتى الصحفي دخلها في شكل بزاف. السلام عليكم. ما كتغوت المشاكل ديالك؟ شني المشاكل ديالك؟ اجي سي كامل، اجي انا عطيني الفلوس. لا شني اشنو شني؟ دابا خاي المراه المغربيه مالها؟ راه كان عندها العيد. واش عنده العيد السي شوف؟ لا شوف، واحد القضيه غنقولها لك. قول سيدي. راه الراجل ما خصوش يكون عنده العيد، لحقاش هو اللي خرج من الجنه. واش هو اللي خرج من الجنه ولا راهي المدام ديالو مشات دارت واحد كلات واحد التفاحه، عطاتو واحد التفاحه كلاها وخرجوه من الجنه. دونك هذاك الراجل هو اللي كان مسلقط. يعني مشكل الراجل ماشي مشكل الراجل. انا كنقول لك انه المشكل للراجل تاريخيا في هذه البلاد وفي هذا العالم وفي هذا وسيختو عندنا احنا العرب، هذاك عريبين ديال المتخلفين عندهم مشكله واحده، هو انه الراجل راه مقدس. علاش كون انت اخويا راه ولداتك مراه مسكين ولداتك. اول حاجه انك تلعن سيدنا ادم عليه السلام بسلقوط، واخا. ثاني حاجه تحكي على العرب وتقول لهم تقول العريبان، واخا. علاش هذاك السؤال اللي قلت فيه شكون ولد ادم؟ شكون اللي ولد ادم؟ تقدر تقول لي؟ شوف برايده قول انت. شكون اللي ولد ادم؟ من انجب ادم؟ اصلا صاحبي ما خاصكش تقول هكذا، قول من خلق ادم. اللي خلق ادم ربي وربك. يعني هنا ثالث حاجه شركتي بالله، ويعني طيحت بقيمة الممثلين المغاربة، طيحت لهم القيمة. أنا ما غاديش نسبك ولا نلعنك ولا نقول لك شي حاجة، أنا اللي غادي نقول لك دير فيديو واعتذر للناس، واخا أنه جاب ديك الجرائد الإلكترونية، واخا هكاك، يعني اعتذر بنفسك، دير شي فيديو نتايا، اعتذر بنفسك، وقول شنو كاين، وبلا داكشي ديال الزواق. لاحظت في هاد الأيام اللي باغي يطلع انه يطلع بالفضائح ولا بسبان الدين ولا بسبان ولا وزيدوا بزاف ديال الحوايج. خالف تعرف. اللي بغيت نقول لك الله يرضى بك اخويا، والاسلام لديه رب يحميه. يعني انا ما غاديش نحتاج انه ندير فيديو ولا هو يدير فيديو ولا انت دير فيديو، يعني ما احتاج. انا اللي عصبني انه ثلاثه الحوايج قلتهم، لعنت سيدنا ادم اللي هو ابونا اللي نعتو بالسلقوط، وثاني حاجه ضحكت على العرب وقلتهم وقلت العريبان، وحاجة انك شركت بالله. خويا الله يرضى بك ونتمنى لك اخويا الخير وكاع المغاربه. ودابا المشكله انه طيحت القيمة لراسك. المغاربة كانوا يبغيوك، ولكن بعد الفيديو اللي درتو اللي درو لك الصحافي كما ما بقاتلكش نهائيا. واخا تبغي تردها، يعني ما غاديش تولي لك دقة واحدة، غتولي بشوية بشوية، وعاوتاني إلا طلعت.
خوتي هنايا سالينا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. اللي باقي ما تابونا دابا يتابونا، اللي باقي ما دار جيم دابا يجمجم، وكليكوي على البوطون ديال الجرس باش ديما يجيكم الجديد ان شاء الله. نخليت لكم الراحات، الله فراسكم، حتى فيديو جاي ان شاء الله. بيس.